هلو أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ مشتقت لكم كلش هواية، وأخيراً كلش أسفة على التأخير إنه ردتوا الطريقة هواية من البطانية. وأخيراً اليوم جبت الخيوط وراح أسوي لكم الطريقة وراح أشوفكم إياها بالتفاصيل. وكلش حمسوني الأشخاص اللي كتبوا اشتروا الخيوط مال أليزا وإنه يريدون يسوون لي الفيديو التعليمي. انتوا صراحة كلش حمستوني، يعني هذا حماسكم اللي رحتوا قبل اشتريتوا الخيوط خلاني قبل اجي اصور هذا الفيديو واشتريت الخيوط مالتي على مود اعلمكم. شوفوا اذا تذكرون من الفيديو السابق البطانية اللي سويتها، هذه بيها اصفر سمائي وردي برتقالي. سويتها تكفيني اني وحدي، يعني ما تكفي شخص ثاني، بس شوية مو كلش رفيعة ولا كلش قصيرة، متوسطة. اوكي، كل لون موجود بهذا البطانية بثلاثة عدد من هذا، يعني أخذت ثلاثة برتقالي، ثلاثة وردي، ثلاثة سمائي وثلاثة أصفر، وصارت هاي البطانية. وإذا حابين نسوها شوية أطول ضيفوا ثلاثة همينة لون إضافي، لأنني حابة أضيف فوق هذا اللون البرتقالي لون لخ، بس لحد الآن ما مقررة يا لون أضيفه يا لون يرهم برأيكم، يعني رح يكون أصفر سمائي وردي برتقالي بعدين لون لخ. صوت مسج. بعدين لون لخ يكمل البطانية على مود تصير شوية أطول، لأن مثل ما قلت لكم ما صارت كلش طويلة. ففيديو اليوم أنا راح أعلمكم الطريقة، بس راح أعلمكم الطريقة على شال، يعني هو ما بيه فرق كلش كبير الشال عن البطانية، راح أعلمكم نفس الطريقة من الحياكة، شلون سويت البطانية راح أسويها هسه نفس الطريقة، بس الفرق إنه هذه راح تخلص بسرعة لأنه ما راح أكون أسويها كلش عريضة، راح تكون رفيعة على شكل شال. بس أنا اشتريت أربعة مكان ثلاثة، حبيت الشال شوي يكون أعرض. يس، جبت هذا اللون، تشوفون شلون جميل ولطيف. هذا اللون راح يكون مثل اللفاف، يعني تلبسوه بالشتاء وكذا، فراح نسويه اليوم. بس انتو تقدرون تستخدمون نفس الطريقة من الحياكة، تسوون بها بطانية، جنطة، أو أي شيء تريدون، يعني تنفع بكل الشغلات نفس الطريقة. يس، راح احاول اشرح لكم اياها بابسط طريقه ممكنه، واتمنى الكل راح يفتهم على شرحي، راح احاول جاهده انه اشرح لكم كلش حلو. واليوم بدي احط ميك اب، شفت انه رموشي واقعه، رموشي اليسرى هاي بالطرف، شوفوا هاي اكو، تشوفون هنا اكو رموش، هنا ماكو رموش، هنا انا واو واو هنا انا واو، هاي قصار. فد انقهرت من شفت رموشي هيجي، دا احط الماسكارا وظلت يعني what the hell، ما ادري شنو صار، اول مره اشوف رموشي هيجي، انصدمت صراحه وانقهرت كلش هواي. بس يلا على العموم، نيجي على الموضوع الاهم اللي هو شو اسمه التطريز، تطري الحياكه. البصمه اللي راح نسويها اليوم هي هذه، شوفوا اكسات كلش تجنن، باعوا بكل لون شكلها حلو، بكل الالوان يطلع شكلها حلو. هذا الشكل مال الاكسات، انا راح اسويه على شكل شال. هسه قبل لا نبلش اي شيء حطوا بيج لايك لهذا الفيديو حتى اعرف اذا عجبكم او لا، وشكرا على تفاعلكم على فيديو البطانيه، فرحتوني كل شوية، احبكم، اي لاف يو، كلكم اي لاف يو. اوكي، واشتركوا بالقناه اذا عدتكم مشتركين، واذا اول مره تشوفوا فيديو على قناتي انا انزل فيديوهات رسم، وعندي هوايات متعدده، اسوي اكسسوارات واسوي بطانيات واسوي هوايه شغلات. ف إذا حبيتوا القناة اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات حتى يوصلكم إشعار كل مرة أنزل بيها فيديو على القناة. وهسة خلونا نبلش التوتوريال، حضروا أغراضكم، جيبوا خيوطكم، ويلا نسوي حياكة. هسة أول شي خل أشرح لكم أني شلون راح أسوي الشال اللي أريده. هسة أني مو عندي هنا عرض هذا اللون الأصفر، راح أسويه نفس عرض هذا اللون الأصفر بس شوية أطول. أوكي، يعني هذه المسافة راح تكون أطول لأنه راح يكون شال، بس العرض مالته راح يكون نفسه هذا اللي هنا الموجود. تجيبون هاي تفتحوها، هذا طرف الخيط. أوكي، أول ما نبدي لازم عدد هاي الحلقات الموجودة تكون عدد زوجي. أوكي، أنا بالبطانية سويته 60. أوكي، يعني عدد الحلقات 60 حسبتهم، فلأنه هذه راح تكون أطول ما راح أسوي 60، راح أسوي 80 على مود تكون طويلة مثل الشال. أوكي، فلما تبدون راح تحطون الخيط هذا هيجي، تحسبون من هنا الى عدد 80، وين توصلون 80 تثبتون. اوكي، من بداية اول حلقة تحسبون، لازم يكون عدد زوجي، انا حسبت 90. اوكي، لان قلت لكم اريدها تكون طويلة الشال، فهذا حسبت 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 وصلت الى
الرقم 90 اللي هو هنا، اوكي. هسه راح اجيب هذا الخيط واحطه لهذا الطرف، لانه احنا راح نروح من الطرف اليسرى الى اليمنى، اوكي. واني شغلي راح ابدي من رقم 90، يعني اللي اخر شيء حسبته رقم 90، اوكي. وهذه كلها راح تكون وراها، هذا كله ورا. هاي انا بس حطيت الكليبس على مود لا اضيع الحساب اللي انا سويته. هسه راح اشيله. شوفوا هذا ذيله كله ذابته اني هيك بالطرف هيجي، وهذا باقي الخيط حطيته هنا، اوكي. مو قلت لكم هاي رقم 90 اللي هنا اللي عندي الاثنين، يعني راح الزمهم. هاي عندي 89 90، اوكي، راح الزمهم هيجي. هذا الخيط الباقي اللي احنا ما حاسبيه هذا الجهة، راح تكون هي الجهة اللي وراها اللي راح نحيكها بيها، اوكي. فالبداية شلون راح تكون؟ لانه احنا دا نروح من طرف اليسرى الى اليمنى، راح تذكرون طريقة الاكسات اللي انا كنت اسويها. شوفوا هنا اكو اثنين، اوكي، هاي الاثنين راح احط هذا اللي على اليسرى فوق اللي على اليمنى هيجي. حطيت الطرف اليسرى على الطرف اليمنى هيجي، صارت اكس، اوكي. بعدين راح اجي اخذ الخيوط اللي موجودة وراها ادخلها بيها، اوكي، دخلتها بالاكس هيجي. بعدين الطرف هذا اخذ حلقة لخ واحطها بجهة الاكس الثانية بهذا الشكل هيجي. راح يكون عندكم خيطين وراح نمشي بيهم. راح اعيد الكرة. باو، ناعدي اني حلقتين، اوكي، هاي الحلقتين راح احط هاي الجهة فوق هاي الجهة، اليسار فوق اليمين. بعدين اخذ حلقة من هنا ادخلها جوا واطلعها هيجي. بعدين اخذ حلقة ثانية واحطها بالجهة الثانية واطلعها برا هيج. طريقة كلش سهلة، يعني بس تركزون شوية. انا اول ما بديت اسويها خربطت، ما سويتها صح، فعادي يعني الواحد بالتكرار يقدر يسويها صح، اوكي. يعني هي ابد مو معقدة، بس شوية تخربط العقل، اوكي. فهاي باب حلقتين هنا، وعندي هنا حلقتين. احط هاي الجهة اللي موجودة على اليسرى فوق اليمنى هيجي، حطيتها فوق اليمنى. بعدين ألزمهم بيدي، بعدين أجيب من هنا حلقات أدخل وحدة، بعدين أخذ مرة لخ وأدخلها بالطرف الثاني هيجي. الشكل ما راح يبين من أول سرة، بس ده تشوفون إنه أكو بعض خطوط هيجي. بعدين لما نرجع نروح على الطرف الآخر راح تكون أكو خطوط على هذا الطرف، أوكي. وهسه راح أكمل هذا السرة إلى أن أوصل إلى الطرف هذا اللي حسبنا منه، أوكي. هذا الطرف هاي مو كلها كنت حاطتها هناك، هسه راح أكمل لحد ما أوصل لهذاك الطرف نفس الطريقة. شوفوا وصلت لنهاية الخيط، باعوا هذا المكان اللي كنا نحسب منه. مو قلت لكم أني أكو هنا زيادة، هاي نقدر هيك نقصها بعدين حتى ما تبين. يعني هاي باعوا خيط ما بيه حلقة هيجي، قصيته. شوفوا عندي آخر حلقتين، باعوا هاي آخر حلقتين بقت. همن راح أسوي نفس الشي بالنهاية، إكس من اليسرى لليمنى أسويها بهالشكل إكس. بعدين أجي أدخل هاي حلقة هنا، وبعدين أدخل حلقة ثانية بالجهة الأخرى هيجي، اوكي. بس شنو راح نسوي؟ شوفوا هذا اخر شيء احنا سوينا له حياكه طرف الخيط. هسه راح اجيب هذا الخيط احطه بهذا الطرف هيجي، هيجي راح يكون هيجي، اوكي. هنا عندنا اخر مكان دخلناه، هاي اخر اكس سويناه، مو اكو هنا اخر اثنين، اخر واحد هنا ما نسوي له شيء، نعوفه فارغ. فشنو راح اخلي اني؟ راح افوته هيجي من داخله حتى اعوفه فارغ هنا، وبعدين ابدي هيك اسوي، ابدي اكمل حاليا من اليمنى الى اليسرى، اوكي. هذا شوفوه فارغ، هذا اللي دخلناه اخر شيء، فهذا من عفته فارغ. اني راح ابدي اكمل، راح ابدي اكمل باثنين جديدين. شوفوا هنا اكو اثنين. لما نبدي بهذا الطرف راح نكون من اليمنى الى اليسرى هالمره نسوي اكس. باعوا هذا مو عندي حلقتين، راح اسويها اكس بس من اليمنى الى اليسرى، اليمنى فوق اليسرى. بعدين مثل ما قلت لكم هذا نعوفه ما نستخدمه، نجي ناخذ اول حلقه من هنا ندخلها بالاكس، نجي ناخذ حلقه ثانيه ندخلها الطرف الثاني مال الاكس، اوكي. واو هيجي.
هذا الشكل، وهاي تبقى فارغة. أوكي، هاي تبقى فارغة ما نلعب بيها ونكمل. نانا نجي ناخذ حلقتين نسويها اكس بس من اليمين الى اليسار، اليمين فوق اليسار، بعدين نجي ناخذ حلقات من نانا ندخلها بالاكس هيجي، نفوتها داخلها بهذا الشكل. طلعوا الشكل قام يبين. يعني النقطة اللي لازم تنتبهوا لها أهم شيء اللي هاي، باعوا الطرف اللي عفناه هنا اللي ما استخدمناه، هو هذا اللي يسوي الشكل اللي يميل الأكسات يسويها واحدة متداخلة باللخ. أوكي، فانتبهوا على هذه النقطة. هسه راح أكمل هذا الطرف كله نفس الشكل إلى أن أوصل الطرف اللي بديته. شوفوا راح يكون عندكم عدد فردي 5، 1 2 3 4 5. تذكرون لأنه عفنا بالطرف هذا حلقة واحدة، لأنه عفنا حلقة واحدة بهذا الطرف راح تبقى هنا عندكم عدد فردي. فشنو راح نسوي؟ نفس الشيء، وهاي الاثنين اكس من اليمين لليسار أدخل بها حلقات من الجهة الثانية، بعدين اكس ثانية هي اثنين أدخل بها حلقات من قدامها، بعدين راح تبقى عندنا وحدة. اوكي، هاي الوحدة راح تدخلوها باول وحدة قبالها، بس وحدة راح بدون ما تسوون شيء، بس هيك تدخلوها وتطلعون الحلقة. اوكي، هاي هي الحلقة ياتها اللي طلعت اخر وحدة لان عدد فردي، فهاي الحلقة راح تلزموها بيدكم، بعدين تجيبون الخيط وتحطوه تذبوه على الطرف اليمين هيجي. وهسه راح نبدي هم نروح من اليسرى الى اليمنى. بس هسه شلون راح نبدي؟ شوفوا هسه هذا الخيط ياته خيط قبال خيط، هذا اخر حلقه فوتتها هياتها، راح اسويها اكس ويا هاي الحلقه اليمها، بس هالمره من اليسار فوق اليمين. لما نروح من اليسرى لليمنى نحط الحلقه اليسرى فوق اليمنى، بعدين ناخذ حلقات من الجهة اللي قبالهم وندخلها هيجي، اخذ حلقة ثانية وادخلها بالطرف الاخر هيجي هيجي. هسه همين اكمل اكس نفس البداية، اكس اليسار على اليمين، بعدين احط حلقة من قبالها داخلهم، ادخل الحلقة الثانية. بس دير بالكم لا تفوتون حلقات، هي النقطة المهمة انه تعوفون حلقة من الحلقات بالجهة ذيكي، وهنا تبقى عندكم حلقة فردية تدخلوها بس عدل بدون ما تلفون على شكل اكس. اذا خربطتوا عيدوا الفيديو من جديد وشوفوا شلون سويناها بالبداية. اوكي، باعوا هياتها اكس من اليسار فوق اليمين، بعدين اخذ حلقة من القدام وادخلها وهذا الاكس، واحدة اثنين، بعدين همينة لما تمشون همينة عدلوا على مود لا تخربطون بالحلقات. لما هسه نكمل بعد راح يبين نفس الشكل هذا بالضبط. هسه راح اكمل هذا الطرف من اليسار الى اليمين الى ان اوصل نهاية الطرف. شوفوا رجعنا وصلنا لهذا الطرف هياته، بالنهاية يبقى عندكم عدد زوجي، فهمينة نروح من اليسار لليمين، بعدين ندخل الحلقات الموجودة أمامهم ندخلهم هيجي، نكمل نفس الطريقة. بعدين تبقى عندنا حلقتين همينة بالنهاية، هاي الحلقتين من اليسار لليمين اكس، بعدين ندخلهم بالحلقات، واحدة اثنين. واو، هاي. اوكي، احنا شنو اتفقنا نسوي لما نوصل الحلقة الاخر وحدة؟ باعوا هذا الاكس اخر حلقة دخلناها، هاي الحلقة ما راح نستخدمها، راح نعبر الخيط هذا للجهة الثانية، هاي الحلقة هياتها راح نتركها. اوكي، نتركها هيجي نتركها. اوكي، بعدين نكمل نفس الطريقة، اجي على هذا الخيط، هالمرة نروح من اليسار لليمين، فنسوي الحلقات اليسار فوق اليمين. اوكي، بعدين ندخل الحلقات الموجودة قبالهم
داخل الحلقات اللي سويناها اكس يجبع، هاي تركناها هنا، بعدين نكمل نفس الطريقة اكس من اليمين لليسار وندخل الحلقات الموجودة قبالهم. بس شوفوا وصلت لنهاية الخيط، باعوا الخيط خلاص، هذا اللي كنت استخدمه باعوا خلاص. فهذا راح اشوفكم اني شون راح اربط بالخيط هذا على مود اكمل. اوكي، فراح افتح خيط جديد واخذ طرفه. اوكي، الطرف هذا عندي اني طويل، شوفوا هذا النهاية، فهذا طرفه قصير الجديد. فشنو راح اسوي؟ حلقة من الحلقات راح افتحها. اوكي، هي تكون بها مكان تنقص منه بسهولة. اوكي، فتحت الحلقة، هسه راح اشد هذه بهذه هيجي، تشدوها بطريقة انه المسافة بيناتهم ما تكون كلش بعيدة، حلقة قريبة على حلقة. اوكي، باع مثلا هي هاي الحلقات واحدة قريبة على الثانية، راح اشد مرة ثانية بس للامان بهالشكل. اوكي، بعديها راح اقص الزيادات، نسوي لها بك، نسوي لها منها بك هيك. هي ما راح تبين صراحة يعني، لانه راح تصير تحت الحياكة، بس اقص الزيادات مرة ثانية هيك، راح تكون هي تحت الحياكة بقى، هاي الشد اللي هنا ما راح تبين. فهسا نكمل. شوفوا وصلنا همينا للنهاية، بقت عندنا حلقة واحدة ندخل بيها حلقة من القدام هيجي، هذه الحلقة، بعدين نلزم اثنين ونحط الخيط على الطرف الاخر. نا بعدين عندنا اخر حلقة، والحلقة اللي بصفها اكس من اليسار الى اليمين، وندخلها باول حلقة بالسرة القبالة. اوكي، 1 2، بعدين هم نظل نكمل. شوفوا أصدقائي، أنا وصلت للنهاية، هذا صار عرض الشال، هذه النهاية. شوفوا هذا الباقي من الخيط، هذا راح أقصه لأنه ما يصير بعد، ما أقدر أسوي منه، هاي النهاية راح أقصه. بس أنا وصلت للنهاية على اليمين، لما نوصل على اليمين نشد من اليسار، إذا وصلنا النهاية من اليسار نشد من اليمين. فأني نا خلصت اليمين، فأني راح أشد من اليسار من الطرف اليسار. أوكي، احجي على الطرف هذا. الطريقه مال الشد كلش سهله، شوفوا على مود النهايه شنو راح نسوي. هاي الحلقه الاولى راح ادخل بها الحلقه اللي تجي جنبها، بعدين اخذ هاي اللي دخلتها احطها اللي جنبها افوتها منها هيجي، بعدين اخذ هذه من نفس الشكل هيجي، راح يكون الشكل، واستمر ونكمل إلى أن نوصل للطرف الثاني. تشوفون بس دا أفوت الحلقة اللي اللي جنبها داخلها، أفوتها وهيك راح يكون. شوفوا شوفوا وصلت النهاية، هاي آخر حلقة، راح أخذ هاي أدخلها هنا، وهذه آخر شي. راح فتحت تاني حلقة،
هذه راح أقصها يعني الزايدة، قصيت الزايد هذا الخيط يعني راح اوكي. هسه راح أشدها، راح أدخل هذا منه أدخله منه بعدين أشده. ما أدري أني بشنو شديته صراحة، بس يعني ما راح ينفتح، هو راح أدخله داخل الحياكة اللي أنا سويتها يعني، ومن داخل أي مكانات، بس حتى ما ينفتح بعد. تشوفون أتمنى افتهمتوا أني جدا أسوي يعني هذا الخيط قاعدة هيك، بس أفوته داخل الشسمة الشدة اللي سويناها مرة مرتين لين يختفي. هاي الخيط ضموه بمكان هيك ما راح يبين هيك خلاص باو. هاي ما راح تنفتح مستحيل، لأنه يعني شديتها أكثر من مرة فوتها بمكانات هواي. وهذا هو الشال. هسا خلونا نلبسه حتى نشوف شلون صار. يعني سوري على شعري وشكلي، ساعة 12:30 صار لي لحد الآن دا أسويه وخلصته يعني. أوه يجنن. هذا تقدرون تلبسوه هيجي نايس. آه كلش عجبني، كلش عجبني ويدفي. أوه يجنن، شوفوا شكله. دقيق هذا الوجه مالته جنن. هذا واو طوله يعني اعتيادي، شوفوا منه ومنه. تقدرون تلبسوه همينة هيجي او نايس. كلش حبيته، كلش حبيت هذا. اروح اشتري بعد الوان واسوي منه رصاصي يجنن. اتمنى افتهمتوا على التوتوريال مالتي من اليوم، لانه اني شويه شرحي بطيء هواية، احاول لانه اركز كلش على انه انتم تفتهمون. فاكتبوا لي بالتعليقات اذا شرحي كان زين واذا استفادتوا منه، واكتبوا لي اذا جربت الطريقة او لا. واذا حبيتوا فيديو اليوم حطوا بيج لايك واشتركوا بالقناة اذا بعدكم مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات يوصلكم اشعار بكل مرة انزل فيديو على القناة. واني انزل فيديو كل يوم ثلاثاء الساعة 6 المساء، فحضروا نفسكم كل يوم ثلاثاء الساعة 6 المساء فيديو جديد على القناة. اوكي ويس أحبكم كلش 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 هواية، وأشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي.